السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والشرح الجديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين، إذا كنت جديد في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مرحبا بكم إخوتي ومتابعي الكرام في كل الدول العربية، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. بسم الله والصلاة على رسول الله. نبدأ الشرح اليوم حول تطبيق وعملة سويتكوين. كما تلاحظون هنا في هذه الصورة، تطبيق سويتكوين كان يدفع عن طريق الباي بال، كان يدفع عن طريق الباي بال كما تلاحظون هنا. كان لكل 2000 نقطة يدفع 100 دولار. كما تلاحظون هنا هذه الواجهة مكتوبة 200 نقطة، كما تلاحظون هنا مكتوبة 200 نقطة، معذرة 2000 نقطة، 2000 نقطة بالأرقام العربية. لمن لا يعرف الأرقام العربية، هذه 2000 نقطة تساوي 100 دولار، وهنا 5000 نقطة تساوي 400 دولار، وهنا 10000 نقطة كانت تساوي 1000 دولار كما تلاحظون. هناك العديد من الأشخاص قالوا لي إن تكذب في البدايات، أنا كنت أشرح هذا التطبيق منذ 3 أشهر، وقلت لهم إن السعر عملة سويتكوين كانت لكل 10000 نقطة تساوي 1000 دولار. يا إخوتي، نعم، هنالك العديد من الأشخاص قاموا بسحب 1000 دولار من 10000 نقطة. منذ شهرين كان مركز المؤثرين كما تلاحظون هنا، اسمه مركز المؤثرين لمن لا يعرفه، كان يفتح لحد الآن منذ شهر أو شهرين تقريبا لا يفتح هذا المركز المؤثرين، لا نعلم لماذا، يمكن بسبب التحديثات أو هم يجهزون لكي تصبح عملة سويتكوين عملة رقمية إن شاء الله. كما تلاحظون هنا 1000 دولار يعني 10000 نقطة يا إخوتي. نعم، 1000 دولار مبلغ كبير إخوتي، و10000 نقطة يمكن لشخص أن يجمعها في يوم واحد، لأن عند انطلاقة سويتكوين ومن نشر الرابط أولا كانت أرباحه كثيرة إخوتي. معلش، المهم، وهنا 20000 نقطة كما تلاحظون هنا، 20000 نقطة لا يدفع لك 1000 دولار يا إخوتي، 2250 دولار، يعني زيادة بنسبة 250 دولار كما تلاحظون هنا. كان يدفع وكان يفتح هذا مركز المؤثرين عادي، ويرسل لك أموالك عادي في البايبال، وهنا كان يدفع على كل 25000 نقطة، 25000 سويتكوين كان يدفع 2700 دولار. نعم، 2700 دولار إخوتي. المهم، إن شاء الله هنالك العديد من الأشخاص سألوني أن عندهم كميات هائلة وعندهم مركز من المؤثرين فاتح يفتح عادي، ولكن لا يعلمون كيف يخرجون أموالهم. أقول لكم حتى يفتح مركز المؤثرين أو تصبح عملة سويتكوين عملة رقمية كي تقدر على إرسال أموالك إلى التداول أو محفظة العملات الرقمية كما تلاحظون هنا. وبالنسبة لمواضيع أخرى، بالنسبة حول أخبار سويتكوين، هناك أشخاص ما زالوا يتبادلون الاشتراكات كما تلاحظون هنا، حملة 100 اشتراك، يجب توصيل 100 متابع لكي تستطيع سحب فلوس من البرنامج سويتكوين. المهم، لا فائدة منها، لا جدوى منها. يمكن من الممكن من المستقبل أن تكون جدوى منها، لكن الآن لا يوجد جدوى من تبادل المتابعات. وهذا الشخص اسمه والله فكاهة يا إخوتي، يا جماعة أنا بسرق نقاط سويتكوين، المهتم يرسلني خاص. هذا سرق، هذا محتال صادق، أنا أسميه محتال صادق يعني بكل صدق وعفوية. أظن أنه يمزح مع الناس. هناك عديد من الأشخاص يشترون، ما زالوا لحد الآن يشترون النقاط، وهنالك
عديد من أشخاص قاموا بالنصب على أشخاص. نعم، ما زالت عملية النصب والسرقة للأسف في عملة سويتكوين. هناك العديد من الأشخاص يقومون بشراء العملة، مثلا الكثير من المتابعات إخوتي. مثلا هذا الشخص منذ 8 ساعات صباح الفل بشتري نقاط سويتكوين، أي كمية 100 نقطة، $5، 1000 نقطة، $50. لا أعلم إن إذا كان هذا الشخص كاذب أو صادق، أو لا أعلم يا إخوتي، لا يمكنك أن تعلم أن هذا الشخص كاذب أو صادق إخوتي، لأنه بكل صراحة لا توجد ثقة إخوتي، لا توجد ثقة، ولا يوجد وسيط. يعني لا يوجد وسيط. مثلا هنا هذا الشخص قال إنه نصاب، أظن أن هذا الشخص قد تعامل معه من قبل. نصاب، ديروا بالكم كما تلاحظون هذا الشخص. لا أعلم والله يا أخوتي. المهم، نحن في اليوم 6 أغسطس 2022، باقي يعني يمكن شهر عن تطرح العملة رقمية. إن شاء الله تطرح في القريب العاجل وتتوقف عملية النصب والسرقة بالنسبة لهذه العملة. وأعتذر، لقد غبت عليكم 3 أيام بسبب تحديثات اليوتيوب. نعم، اليوتيوب يقوم بتحديثات، وتحديثات سببت العديد من المشاكل في اليوتيوب. نعم، سببت العديد من المشاكل اليوتيوب. كما تعلمون، منذ أسبوع المملكة العربية السعودية قامت بإنذار اليوتيوب، لأن اليوتيوب هنالك شركات قامت بوضع إعلانات على اليوتيوب، إعلانات غير لائقة إخوتي. وظهرت تلك الإعلانات في السعودية، والسعودية قامت بالاحتجاج، واليوتيوب منع كل الإعلانات إخوتي، منع كل الإعلانات. ذلك سبب مشاكل كثيرة للقنوات، العديد من القنوات صار فيها مشاكل كثيرة. المهم، هذا موضوع خلوه على جنب. على كان هذا الموضوع اليوم بالنسبة لي جديد عملة سويت كوين وبعض الأخبار. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو، قد استفدتم. المهم، مرحبا بكل المتابعين، وأرحب بآرائكم، وأي نقائص في القناة أرجو أن تقوموا بالتعليق ووضع لايك للفيديو والاشتراك ليصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.